احنا بنتكلم دايما ان احنا بنشرب ميه عشان الترطيب، وبنشرب عصير عشان يدينا طاقه وفي نفس الوقت يدينا بعض الفيتامينات والمعادن. فاحنا ممكن جدا نعمل كوكتيلات تزود من القيمه الغذائيه بتاعه الاكل اللي احنا بناكله. فمثلا الموز مع الفراوله، يعني احنا ما ناخدش موز مع حليب لو احنا عايزين حديد، لان الحليب والكالسيوم اللي في الحليب بيقلل امتصاص الحديد. على العكس بقى الفراوله فيها فيتامين سي تزود امتصاص الحديد من المصدر النباتي اللي اسمه الموز. فالكوكتيل ده ممتاز جدا، حلو، ده ميكس حلو. على بالظبط فراوله وموز بالظبط. بنتكلم على عصير المانجا. عصير المانجا طبعا ده اشهر عصير في الصيف. لو انت عايزه ما يسببش ليكي زياده في الوزن، خديه دايما مع لبن، واللبن يبقى كامل الدسم. هتقول لي طب ما كده انا بزود في السعرات بتاعه كوبايه اللبن او كوبايه المانجا كعصير. اقول لك هو مش كل الحسبه كسعرات، هو ممكن كمان يبقى تاثير العصير ده اللي هو يرفع نسبه السكر في الدم، وبالتالي لما بنرفع سكر الدم بصوره سريعه، خصوصا اللي احنا بنشرب مش بناكل، بيوطى سكر الدم على طول بعديها. فاللي بيحصل اللي احنا بنبقى حاسين بعد عصير المانجا ده اللي احنا جعانين، كاننا ما شربناش حاجه زي عصير المانجا، وفي نفس الوقت احنا رفعنا سكر الدم، فالهرمون البناء للدهون ابتدى يتوحش، ابتدى يطلع، اللي هو اسمه الانسولين. الانسولين بيرتفع مع ارتفاع سكر الدم. طيب انا ازاي ما ارفعش سكر دمي؟ دايما اخد الفاكهه اكلها، ولو انا هحطها كعصير، مع ان انا ما فضلتش كده خصوصا الناس اللي بتحاول تخس، اخدها مع البان، والبان دي تبقى كامله الدسم. ايه الحكمه يا دكتور؟ اللبن الكامل الدسم بيبقى فيه دهون، لانه كامل الدسم وكمان فيه بروتين، والبروتين والدهون بتقلل تاثير السكر بتاع الفاكهه بتاعه المانجا مثلا. فما بيرفعش سكر الدم زي المانجا لوحدها. طيب ناخده ازاي من غير ما نزيد في الوزن؟ ناخده ونحسبه من السعرات اليومية اللي انت محتاج. يعني انت مثلا محتاج 2000 سعر عشان تخس، انا هاخد 300 سعر اللي هي عصير المانجا باللبن دي من 300 من سوري من 2000 سعر. يعني بتتحسب جوه الاحتياج اليومي للسعرات. هي الحسبة دي يا دكتور الطبيب المعالج هو اللي بيقولي عليها طبعا، انا شخصيا مش هعرف احسب. فإحنا لازم نحسب العصاير من السعرات اليومية اللي إحنا بناخدها، وكمان نقلل تأثير ارتفاع السكر بإن إحنا دايما نضيف يا زبادي يا لبن كامل.